بعد أن استبدل أطفالنا الألعاب القديمة بالهواتف الذكية التي فتحت أبوابها على أسواق التطبيقات العالمية بمختلف الألعاب والبرامج، أصبح من الشائع أن ترى طفلاً لم يفطن بعد يحرك إصبعه يميناً ويساراً في لعبة قد تؤثر على سلوكه ونشاطه الطبيعي الطفولي، بل وقد تؤثر على أخلاقه بما لا يناسب عمره أو سعة عقله. أطفالنا بحاجة لنا.
شايفي خاف عاشة ولا حصة دفتوا عني عاشة حصة شفتوا سيفي؟ لا لا